حقيقة احنا الدورة في باريس كنا يعني دائما تنشوفها انها غتكون دورة متميزة، وسوف يعني تفوق يعني الدورات السابقة من ناحية النتائج، وخصوصا انه فريق العاب القوى هو فريق مكتمل، في ابطال سابقين وسبق لهم وصلوا يعني لمنصة التتويج، وفي ابطال جدد انتم شفتوا اليوم يعني 100 متر 47 ما كناش تنشاركوا فيها ولاول مرة تنشاركوا فيها، وايمن الحداوي جاب يعني احسن رقم ديال التصفيات بجوج. اللي بغيت انا نقول في هاد التصفيات، يمكن تابعتوا معنا يعني التصفيات وشفتوا بعد الارتباك الاول، هو الجمهور غير متعود انه يلزم الصمت يعني في البدايه، هذا التاثير الاول اللي اثر على الرياضي ديالنا. التاثير ايوب السادني، التاثير الثاني هو انه الحكم بدايه كان خصو ينتبه لواحد الرياضي اللي ما خداش يعني البدايه بالشكل المطلوب، كان دائما تيتعمد يبقى واقف والرياضي الاخرين تيستعدوا، وبالتالي تيخصو اما ينتظر هذاك الرياضي او يعطي البدايه، وكانت جوج بدايات خاطئه. العامل ديال الجو تا هو اثر، لان الرياضي ديالنا تيستعمل واحد 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 يعني واحد طرف ديال الخشب او طرف ديال المطاط اللي تيساعده في البدايه على اساس يرتكز عليه، انزلق، ولكن هنا كيبقى حكم البدايه كيخصو يراعي هاد الاشياء هذه، وكان بالامكان انه خصو يعاود البدايه مره ثالثه ويطلبوا من الجمهور علانا على اساس يلتزموا الصمت، وهذا هو اللي اثر. وحنا تنتاسفوا كثير عدم مرور يعني البطل ديالنا ايوب السادني، كانت غتكون يعني نهايه مغربيه، ولكن ان شاء الله تتعوض يعني في 400 متر. اون جينيرال لاتليتيزم ان شاء الله الو غاسابار يعني غادي تاخذ يعني الحصه ديالها من الميداليات، هناك حظوظ كبيره للميداليه الذهبيه، وتمنى على الله يعني الفريق ديال سيسيفوت يكون يعني في الحاله الجيده، ولكن مع الجو مع الامطار يعني صعب جدا، ولكن هذا جو سائد على كل الفرق. عندنا رفعات القوة بفضل بطلتين يعني وفاء العزاب ونجاة القرعة اللي عندهم حظوظ كبيرة، هما دابا مرتبين في المرتبة الرابعة عالميا، ولكن قريبين يعني من المركز الثالث. عندنا تينيس أول شيء التينيس يعني أول مرة تنشاركوا يعني بأربع لاعبين ولاعبات، ولكن تصنيفهم تقريبا في حدود يعني العشرين 25، ولكن تتعرفوا يعني التنس يمكن توا غادي يتبعتر يعني بهذا الامطار، يمكن توقفوا المباريات ويتعاود جدول ديال المباريات. الرياضات الاخرى السيكليزم هذه ثاني مره غادي يشاركوا، وانتم تتعرفوا كنا جبنا بفضل محمد هنا ميداليه برونزيه في ريو بالترياتلون، وجا شارك يعني في اليابان بالدراجات وما ساعدوش لحد بالدراجات، والان عندنا دراج جديد هو هذا الوليد هيثم يعني عنده مؤهلات كبيره. تيبقى العامل ديال الدراج النوعيه ديال الدراجه اللي هي تعطي واحد امتياز لبعض الرياضيين اللي كيقدروا يعني يحصلوا ويقتنيوا يعني دراجات من هذا النوع. غالبا ما ان شاء الله يعني المغرب يعني غادي يكون في الجدول وغادي يكون مرتب يعني مع اجود بعض الدول اللي هي دائما متعوده على المراكز العشرين المتقدم. ما تنساوش تابونا في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيك بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.